رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان الزمان الحسنات رمضان مجال الصلوات شمس للنفس بمولاها من خطأ الناس ومااختلط فعسى من عفو الله أعطى لقلوب الأمة يرآها رمضان الزمان الأفراح رمضان منار الإصلاح في دنيا الناس وأمور